كل نواب تنسيق شباب الأحزاب بينزلوا علشان خاطر يتكلموا مع المواطنين ويعرفوهم على إيه هو الحوار الوطني وبيتكلم عن إيه وإيه أهم قضاياه، وعلشان طبعا نرصد أهم مشاكل المواطنين وإيه العقبات اللي بتقابلهم. نشتغل بشكل جماعي، شكل فيه روح وقوة الشباب اللي موجودين الحمد لله. يعني إحنا بنمثل نسبة شباب كبيرة جوه المجلس، وده اللي يمكن إدى شكل مختلف للبرلمان المرة دي. فإحنا يعني الحمد لله بقوة وطاقة الشباب بنقدر ننزل كل يوم ونقابل الناس، وعاملين فعاليات كتيرة وإن شاء الله تبقى مثمرة وتجيب يعني تثمر عن إنجازات وعن نتائج كويسة بإذن الله.